احنا انا وانت هنقعد بس عايزه الست فاطمه عيد تغني لنا ليكي اغنيه بتولع الافراح اسمها ايه؟ سيبه يا بابا سيبه. يجيب اللي يجيب يجيب اللي يجيبه. طب يلا اتفضل. ما انا هقول هي بتقول اتعلمي فن الطبيخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. اتعلمي فن الطبيخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. أقرب طريقة لقلبي جوزك معدته، لو شبعتي راح تبقي كل دنيته. وإن جت حماتك دخليها ورحبي، وقولي لها أهلا وحشتيني والنبي. ما تدخليش أبدا في بيتك صاحبتك، لا تخسري جوزك بحسن نيتك. وإن كان معاه قرش زيادة اسمعي، راح يدهم لك لو عليه تدلعي. وعشان تملي في النعيم تعيشه، أول بأول قصقصي له ريشه. وتعلمي فن الطبخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. اتعلمي فن الطبخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. لا هو الحقيقة مش لازم، يعني أنا اللي يهمني أكتر في الأغنية دي مش الكلمات والألحان، أنا يهمني المعنى. عملت زي ما بتقول كده، مهتمة بمعدتك وحماتها والكلام اللي كلهم كده، انت عارفة مفيش فايدة. كلهم ايه؟ كل الستات كده. كده ايه؟ هو يقولوا زي ما هي بتعمل كده. بيقولوا. بس هي بتنصحهم يعني. لا 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 بيقولوا كده، انما بيعملوا كده؟ لا ما ما بعملش. انا مش ست بيت. لا 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 لا. لا حرام عليك. لا 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 ده هي لا هي ده هي ده 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 هي ست بيت الدنيا كلها. رهيبة. والله. لا 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 ما تقوليش، هو يقول الحقيقة، انت بتاكل وتنكر. لا 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 هي ما بتعملش كده ابدا. لا الصواني بقى والحاجات وكده كل حاجه، ده هي والمحمر والمشمر. ست بيت ممتازه ممتازه والله. احسن حاجه بتطبخها فاطمه عيد ايه؟ الملوخيه برضه بالارانب والحمام. ايه بس مقابل الارانب ده يعني عادي يعني؟ قول لي حاجه صعبه. والحمام يا حبيبه، الحمام يا لهوي، ما حدش يعني يعرف يعمله زي ده. لا ما تقوليش، ده انا اكلك حمام لو كلتيه مره هتحدى نفسي. طب يلا طب يلا معاكي. بس انت اعملي ايه؟ اعملي ايه؟